أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الأخباري، ومباشرة إلى عناوين النشرة. عند رهن تحسن الظروف المناخية تعود معها حركية الحياة تدريجيا في بعديها الاجتماعي والسياحي. مشروع التصرف المستدام في المنظومات الوحية بتمغزى من أجل تحسين التنوع البيولوجي وإعادة إحياء الواحات. إدراج اللباس البربري في مسالك الموضة العالمية هدف تصب مسابقة الخمسة الذهبية لتحقيقه هذه السنة. يتجه المشهد نحو التحسن تدريجيا في مناطق الشمال الغربي بعد موجة البرد والثلوج التي اجتاحت المكان في الآونة الأخيرة، وبدأت الحياة تعود من جديد إلى عند رهم، علما وأن كل الهيكل المعنية ما زالت في حالة تأهب لمواجهة أي خطر محتمل وقوعه. عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بمدينة عند رهم ومناطقها الريفية التي عزلت على أثر العاصفة الثلجية الأخيرة بعد تدخلات من قبل جهات مختصة من تجهيز وحماية مدنية وأمن وجيش لفتح الطرقات والمسالك الفلاحية وفك العزلة عن التجمعات السكنية باستثناء بعض الأحياء التي ما زال متساكنها في انتظار تدخلات لفك عزلتها. في الأحياء ما ثم حد شيء، الناس كلها قاعدة معزولة وكل شيء. بصراحة والله بتبيع على واحد يحاول باش نهزوا بعضنا ولا في الدار شادين الديار الأحياء راهي ما تحلتش. أنا قدام داري هنا قدروا هناك 80 سنتي ثلج، وقولوا 55 مش صحيح 55، 80 سنتي ثلج ولبس وتحرك تحرك الحياة. كاسة محلولة والعطارة محلولين، الخضارة محلولين، الجزرة محلولين، كل شيء محلول، الغاز موجود، الغاز موجود. بعد خمس أيام في ظروف صعبة رجعت معناها تقريبا كل الطرقات الرئيسية والفرعية بنسبة 98% مفتوحة مع ملازمة الحذر. تمكننا صبيحة هذا اليوم تقريبا من فك آخر مناطق العزلة كما عين سلام من معتمدية عند راهم، ومنطقة سبع مشايخ ببلطة أبو عوان، ومنطقة أحواض القراع من غردي ماو. توقف هذه العاصفة الثلجية منذ يوم أمس دفع عديد الزوار من مناطق مختلفة من الجمهورية للتوافد على الجهة قصد الاستمتاع بمناظر الثلوج الجميلة. حبينا نروا الثلج مناظر طبيعية، منظر أنكر ويابل عجبتنا برشا عند راهم، عملنا جو احنا والفامي. جو والله جو محلاه في عند راهم محلاه، أنا ثلث مرة نمشي نجي لهنا، مناظر محلاها. ما شاء الله على تونس شمال الغربي اكس اكسلون، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وتونس نعمة كبيرة وربي يخلينا تونس أهم حاجة. وقررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بقاء المعدات وكل الأطراف المتدخلة في حالة تأهب لمواصلة التدخل ومواجهة أي تعقيدات محتملة خلال آخر الأسبوع الجاري. تحدث رئيس الجمهورية البلجيكي قايد السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي صرح أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفات الأمنية والاجتماعية، إلى جانب الإجراءات الاستثنائية المتخذة للإحاطة بالمواطنين بالمناطق التي تشملها موجة البرد والثلوج. وأضاف الشاهد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أنه قدم عرضا لرئيس الدولة حول نتائج مشاركته في أشغال الدورة 47 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وفحوى اللقاءات التي أجراها بالمناسبة مع شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية. كما قرر رئيس الجمهورية البلجيكي قايد السبسي الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 17 من جانفي 2017، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، وفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية. وكان رئيس الدولة أعلن في 24 من نوفمبر 2015 حالة الطوارئ لمدة شهر على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 عونا بين شهيد وجريح. وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ تلك الحادثة.
في حركة تصعيدية عمد اليوم المعتصمون بمعبر راس جدير ببنجردان من ولاية مدنين إلى منع حركة عبور المسافرين الليبيين من جديد عبر المنفذ الحدودي، تعبيرا عن استيائهم لما بلغهم من قرارات تونسية ليبية لم تأخذ بالاعتبار مطالبهم. ومن بين هذه المطالب تمكين التجار من جلب نزيل من القطر الليبي وحذف أتاوة 30 دينارا الموظفة على التونسيين بليبيا عند العبور. يأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد بداية انفراج الوضع الذي شهده المعبر يوم أمس، حيث قام المعتصمون بخطوة أولى سمحت للعائلات الليبية بالعبور في الاتجاهين، على أن يتم السماح للشاحنة الليبية الحاملة للسلع من العبور في فترة لاحقة، وذلك مع بداية تنفيذ اتفاق أول أمس الثلاثاء والقضي بإعادة فتح المعبر يوم الأحد المقبل. تمكن العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة براس جدير من ولاية مدنين أمس من التفطن إلى تسلل 8 أشخاص من التراب الليبي عبر الشاطئ، وفق بلاغ اليوم عن وزارة الدفاع الوطني. وأضاف البلاغ أنه بإيقاف هؤلاء الأشخاص تبين أن واحدا منهم فقط يحمل وثائق هوية وهو من السنغال، فيما صرح البقية بأنهم من البلد ذاته، وقد تم تسليم المتسللين إلى فرقة الحرس الوطني براس جدير. في قابس افتتحت اليوم أشغال الملتقى الإقليمي الأول حول قانون المالية لسنة 2017، حيث تم تناول هذا القانون من مختلف جوانبه وخاصة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعبئة موارد الدولة وأيضا لتقليص العبء الجبائي على الفئات الضعيفة في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي. احتضنت ولاية قابس أشغال الملتقى الإقليمي الأول لقانون المالية لسنة 2017. قانون أكدت وزيرة المالية لم يزري بأنه قد جاء شاملا ومتكاملا وتضمن إجراءات هامة من شأنها أن تساعد على مقاومة التهرب الجبائي ودفع النمو والحد من العجز المسجل بميزانية الدولة. هو ضمن جملة من الأهداف، ومن بين هذه الأهداف هي مقاومة التهرب الجبائي، تحسين الاستخلاص، توفير موارد ضرورية للدولة. بالأساس احنا اشتغلنا على برنامج عمل الخطرة بالتوازي مع الإجراءات، فيه برنامج عمل كامل لتحسين الاستخلاص وللتقليص من التهرب الجبائي، باش كل المطالبين بالأداء إن شاء الله يساهموا بما فيه الكفاية في توفير موارد للدولة. هذا القانون يندرج حسب عدد من المتدخلين في إطار تسييم الإصلاح الجبائي، ومن شأنه أن يساعد على تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف تحقيقا للعدالة الجبائية. فيها هي تندرج معناها في إطار إصلاح المنظومة الجبائية، وجاءت كذلك بهدف توزيع العبء الجبائي على مختلف أصناف الشرائح، بحيث يكون معناها هذا العبء موزع بصفة أكثر عدالة على مختلف المتدخلين الاقتصاديين، وذلك مع مراعاة أصحاب الدخل الضعيف اللي هما معناها ما فماش عليهم، ما فماش في إطار قانون المالية أحكام تتعلق بزيادة في العبء على هاته الأصناف. قانون المالية لسنة 2017 أهمل حسب البعض الاقتصاد الموازي الذي أضر بالمالية العمومية. أكد رئيس مركز الحرس البحري بالمهدية أن حوالي 50 شخصا عمدوا حسب قوله إلى افتكاك مركب صيد كان محجوزين بميناء الصيد البحري بالشابة، وحرر بشأنهما محضر صيد عشوائي يوم الجمعة الفارط. المتحدث أكد أن صاحب المركبين جلب مجموعة من الأطفال والنساء والرجال قاموا بافتكاك المركبين أمام أنظار الحرس البحري الذي لم يتدخل لتفادي التصادم مع الأطفال والنساء، وفق ذات المصدر. في منطقة جدرية بجرجيس يجدد البحر مطلبهم بإنشاء رصيف بحري، مطلب قديم متجدد ينتظره أهل المهنة لتحسين ظروف عملهم والرفع من المنتوجية والجودة. في منطقة جدارية بمعتمدية جرجيس الساحلية وفي درجات حرارية دنيا تصل إلى الصفر، بهذه الطريقة يلتحق بحارة المنطقة بعملهم يوميا، قاطعين عشرات الأمتار مشيا على الأقدام في البحر للالتحاق بمراكبهم الصغيرة وتعريض أنفسهم لمخاطر صحية جمة. وجونا هنا يعملوا دراسة باش يعملوا سقالة. ديجا أنا عندي 45 سنة خدمة في الديوان، وثم سقالة حطوها في
في الطرف المغادي، زيتهم البلاصه هذيك تكلفهم اقل تكاليف وشافوها وعجبتهم البلاصه، قال هذه تكلفنا اقل تكاليف والفلوس نتاعها تصبوا الساعه هذه ديجا معناتها ما رينا حتى شيء. الناس تعاني في القضاء يمشوا نفسهم وفي في الليالي اللي جمد الميتة فهمتني، وتعاني وشبك على ظهرها تقطر وقت ذل صقالة يوصل بالكانوتة ولا بالبابور يوصل يرمي الوحدة على غادي هو باصطفالة يطلع من البابور على الصقالة، الصقالة هذه يلزمها في أقرب وقت تجي. تشيد رصيف بحري أو مرفأ صغير بالمنطقة أكبر أمانهم وأشد مطالبهم للاستمرار في شغلهم الوحيد. تو عندنا سنين وتستنى، هاو 2016 هاو دخل 2017 معناها ماذا بينا يسرعونا بالمرفأ هذا. علاش؟ خاطر وقت اللي يكون فما مرفأ في المنطقة هذه أول حاجة يزيد يتقوى الانتاج وتزيد تتحسن حتى الجودة متاع الأسماك اللي يجيبوا فيها. إمضاء اتفاقية بين نقول وكالة الموارد السياحية الصيد البحري والمشروع على المستوى المركزي اللي بتتولى معناها الوكالة بمعناها متابعة إنجاز ومعناها دراسة قيام دراسة اللازمة للرصيف هذا وإن شاء الله ما يتنجز في أقرب الأجال، وباش يكون المشروع هذا في حدود بكلفة حدود ما يقدر 100,000 أورو. منطقة الجدارية تحتضن بحيرة من أفضل البحيرات في العالم، بحيرة البيبان ذات الجودة العالية في الأسماك، يتهددها تقدم البحر في هذه المنطقة ما يتطلب جهدا إضافيا لحماية السكان من ذلك. رغم الصعوبات والعراقيل يسعى الفلاح في جهة تمغزى إلى إعادة إحياء الواحة من جديد من خلال زرع النباتات والأصناف الفلاحية التي من فكت تشهد تراجعا واضحا يهدد التنوع البيولوجي بالجهة. في هذه الواحة النموذجية بإحدى واحات تمغزى عمل أحد فلاح الجهة على إعادة إحياء بعض النباتات والأصناف الفلاحية، خاصة بعد أن شهدت هذه الواحة تراجعا واضحا في التنوع البيولوجي. يتنزل هذا في إطار مزيد تعزيز تنفيذ مشروع التصرف المستدام في المنظومات الفلاحية، مشروع تدعمه وزارة الشؤون المحلية والبيئية والبنك الدولي. صعوبات درجة أولى عندنا مشكلة الخنزير اللي هو ما يخليناش باش نجمو نخدمو الخضرة. قام المشروع بتشبيب الواحة، زرع غرس حوالي 1600 غرسة وقاعد توكيكة يخدم عليها. تحسين التنوع البيولوجي وإعادة إحياء الواحة الجبلية بتمغزى هدف يسعى فلاح الجهة إلى تحقيقه رغم جملة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مشروع التصرف المستدام في المنظومات الفلاحية. طرحنا مشاغل معناها يتم الفلاحة من بينها منها الوديان اللي تهدد الواحة وتهدد مدينة تمغزى. احنا ما يخفاكش اللي عنا 10 وديان منها تهدد البلاد، عنا حماية المنابع تاع الماء. وفي هذا الإطار قام وزير الشؤون المحلية والبيئية وممثلون عن البنك الدولي بالإشراف على تقدم هذا المشروع لتحقيق نجاعته في تنمية الواحة. مشروع مهم ياسر، مشروع تنمية مستدامة في عدة مكونات، مكونات إعادة الغراسة، مكونات تنظيف الواحات، حماية الواحات، عدة كهربة الأبيار المياه خاطر كانوا يستعملوا في المازوت وكذا، دونك ثم مكونات ثقافية. اخترنا 6 واحات نموذجية في 4 ولايات نخدموا على توزر وقفصة وقبلي وقابس. في كل منطقة اخترنا جملة من الواحات، والهدف من المشروع اللي على 4 سنوات هو تحسين التصرف في معناها واستغلال الموارد الطبيعية في الواحات خاصة الماء. إذن مشروع التصرف المستدام في المنظومات الفلاحية في تمغزى والذي بلغت كلفته قرابة 12 مليار سيمتد على 5 سنوات، ومن المنتظر أن يساهم في تحسين الإنتاجية من خلال تشبيب وصول النخيل والمحافظة على الوظائف التراثية للواحة. إصلاح المنظومة التعليمية بإشراك كل الأطراف المتدخلة هو ما خلصت إليه الندوة العلمية التي التأمت بالقصرين للبحث في سبل الإصلاح وصياغة المشروع التوجيهي. ندوة تناول المشاركون فيها واقع التربية والتعليم بتونس وتعطل مشروع إصلاح المنظومة التربوية. الندوة اليوم تتنزل في إطار الاهتمام بالشأن التربوي وقراءة نقدية للقانون الجديد اللي هو حسب رأينا لا يستجيب إلى واقع المنظومة التربوية وإلى واقع تلمذتنا وخاصة في هذه الجهات. المطلوب اليوم هو أن نحاول أن تكون المنظومة
المنظومة التربوية متماشية مع قيام الثورة، أن تصبح المنظومة التربوية خادمة للشعب التونسي. المشروع التوجيهي لوزارة التربية المعد للعرض على مجلس نواب الشعب مثل محور نقاش عدد من الخبراء. خبراء طالبوا بأهمية مراجعة هذا القانون قبل عرضه على المصادقة. هذا القانون فيه إخلالات كبيرة تتعلق بمدى مطابقته لقواعد ومبادئ الدستور التونسي، خاصة فيما يخص المرجعية الحضارية والهوية الوطنية السيادية، وفيما يخص استخدام اللغة الوطنية في استخدامها في التدريس. نوصي بأن تتشكل لجنة خبراء تنظر في هذا القانون ويعني تعيد صياغته وفق يعني جملة معايير. إشراك مكونات المجتمع المدني في إصلاح المنظومة التربوية وصياغة المشروع التوجيهي من أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة إصلاح المنظومة التربوية إلى أين؟ أدى حادث اصطدام شاحنة كبيرة محملة مواد بناء بعدد من السيارات الراسية على حافة الطريق في مدينة زغوان صباح اليوم أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح. وأوضح بلاغ أصدرته وزارة الداخلية أن صورة الحادث تتمثل في حصول عطب على مستوى الضغط الهوائي للشاحنة، مما أفقد سائقها القدرة على التحكم في الفرامل والاصطدام بعدد من السيارات. وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة، استوجب نقلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات. 2 منهم إصابتهما بليغة وفق حصيلة نهائية أفاد بها مدير المستشفى الجهوي في زغوان عماد العبعب. إلى عالم الأصالة والأناقة من خلال الإعداد لتنظيم الدورة 19 للمسابقة الوطنية للخمسة الذهبية، وجديد هذه السنة سيكون بإدراج اللباس البربري في المنظومة العالمية للموضة. الجديد في مسابقة الخمسة الذهبية هو البحث في الهوية التونسية عبر إدراج اللباس البربري في الدورة 19 لهذه المسابقة. البربر موجود في كل لباس جهة الجمهورية الكاملة، معناها تزخريف الكل اللي موجود في الجنوب في الشمال الكل على طريقة لسينيو الكلهم سيسون دي سينيو بربر. المنظور متاعنا هو المنظور العالمي، الاتجاه العالمي، يعني حتى في التام اللي احنا حاطينه سي لو تام اثنيك سي لا مود لا توندونس انترناسيونال، باش 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 فريمون نشوفوا الموضه التونسيه سور لي بوديوم دو ليترانجي. ايام توعويه ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليديه في مختلف ولايات الجمهوريه لتقريب الصناعيين والحرفيين من مسابقه الخمسه الذهبيه. وجهنا الدعوة للحرفيين والحرفيات والتلاميذ والطلبة وخريجي المراكز التكوين المهني، المعاهد الخاصة والمعاهد العمومية اللي ليهم صلة بالإكساء بصفة عامة، يعني الخياطة الرفيعة، خياطة الملابس التقليدية، تطريز اليدوي، وبطبيعة الحال المصممين الأزياء، الستيليست، موديليست، الأساتذة، وكل من يستأنس في نفسه صلة بالقطاع أو باختصاص الإكساء. أنا جيت باش نشارك في الخمسة دور باش نعطي إضافة لبلادي تكون متعلقة بالصناعات التقليدية متاعنا، نعرفوا بها، نطوروها، وإن شاء الله نعملوا حاجة مزيانة. يراهن منظمو الخمسة الذهبية على إعادة الاعتبار للباس التقليدي وفتح أبواب العالمية أمام المخزون التراثي التونسي، وهنا جسر آخر للعاملين في قطاع الصناعات التقليدية لتطوير منتجاتهم. بهذا إذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. عند رهم تحسن الظروف المناخية تعود معها حركية الحياة تدريجيا في بعديها الاجتماعي والسياحي. مشروع التصرف المستدام في المنظومات الوحية بتمغزى من أجل تحسين التنوع البيولوجي وإعادة إحياء الواحات. إدراج اللباس البربري في مسالك الموضة العالمية هدف تصب مسابقة الخمسة الذهبية إلى تحقيقه هذه السنة. ونشير أنه بإمكانكم متابعتنا على بوابة التلفزة التونسية www.tunisiatv.tn. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.